ممارسة الحقوق السياسية. طبعا. من هذا القانون اتكلم عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومهمها. النهاردة المجتمع في حوار منقسم على نفسه، يعني في قطاع من التحرير بيقول لا احنا مش عايزين انتخابات ولا عايزين قانون ممارسة الحقوق السياسية ولا عايزين الكلام ده، احنا عايزين مجلس رئاسي وعايزين نأجل الانتخابات. وفي قطاع اخر وقوة سياسية اخرى بره التحرير بتقول لا، مين قال كده؟ الاعلان الدستوري صدر واحنا عايزين ننفذ الاعلان الدستوري وعايزين قانون مباشر الحقوق السياسية واللجنة العليا للانتخابات. الخبر ده بيقول ايه؟ بيقول ان كل واحد ماشي في وادي. ايوة انا كنت لسه هقولك، تحسي ان في التحرير قاعدين مع نفسهم كده لوحدهم كل واحد ماشي في وادي. اللجنة العليا للانتخابات بتعقد اجتماع بكامل هيئتها خلاص زي ما هم قالوا، وهنحط يوم الاثنين الجاي يوم الاثنين وهنحط جدول وخطه عشان ندعو الناخبين للانتخاب ونمشي في طريقنا. والتحرير بيقول يا جماعه لا، في احنا لا عايزين انتخابات ولا عايزين كذا وعايزين مجلس سياسي ومحددين اساميه وحزب الكنبه ما هم معتصمين، وحزب الكنبه اللي هم بيسموه حزب الاغلبيه اللي هو انا منهم اللي هو محدش حزب الكنبه محتاس مش عارف التحرير اللي هيخلص ومفيش انتخابات ومجلس رئاسي ولا اللجنه العليا للانتخابات اللي هتخلص وهننزل ننتخب. احنا حزب الكنبه محتاس في النص بس خلاص، ربنا يستر على مصر. انت عايزه اقول لك حاجه، انت قلتي كل الاسئله اللي انا وانا بقرا الخبر ده كنت عايزه اقوله. طب يا جماعه، طب مين يرد علينا؟ كل واحد في وادي، محدش بيرد على حد، كل واحد ماشي كل وقت. التحرير بيقول شايفه ان في حل؟ انا بقول ربنا يستر، داخل علينا بقى رمضان ونفحاته والدعاء ربنا كريم ربنا يستر. خبر زي ده، خبر زي ده مؤكد هيزعل الشباب الموجود في التحرير، والتحرير مزعلين الناس دول، ما خدش بالك يعني، دول مزعلين دول ودول مزعلين دول والناس كلها قاعده منتظره هل نجهز البطاقات الانتخابيه عشان هننزل ننتخب وبالتالي نخش احزاب، ولا نستنى اما المجلس الرئاسي يخلص اللي وراه، ولا ايه يا جماعه؟ ادي احنا اهو يوم الاثنين اللي جاي يا رب يا رب. في خبر مش عارفه ليه دايما مع نتيجه الثانويه العامه والتنسيق بيحصل نفس المشكله كل سنه، كل سنه عندنا مشكله مع التنسيق والطلاب بيشتكوا بعد ما بياخدوا ويفرحوا بنتائجهم بيجي لنا مشكله كبيره. المشكله الكبيره ان المرحله الاولى الدرجه النهائيه او المرحله الاولى الحد الادنى بتاعها 93%، والمرحله الاولى في الادبي الحد الادنى بتاعها 79%. فالطلاب بيقولوا بتوع الادبي حلو قوي، ده اقل من السنه اللي فاتت ب 2%. مشكلة في الطلاب بتوع العلمي، طلاب العلمي بيقولوا ان الحد الادنى عالي جدا هيعوقهم انهم يخشوا الكليات اللي القمة. هم عايزينها اللي هي قمة. وبرضو مع احترامي يعني، لان انا لما اجيب 93% من حقي اني اخش كليه. لا واحنا قلنا ان في رأفة السنه دي عشان كان في ثوره والناس قاعده قدام تلفزيون والبلد فيها قلق، في رأفة برضو في رأفة بصي هو موضوع الثانوية العامة ده الحقيقة يعني أنا بعتبر إن مش بقى الثانوية العامة، التعليم في مصر بعد الثورة عايز رؤية بصيرة. يا جماعة إحنا هنفضل نعلم في العيال عشان تجيب مجاميع والنص نمرة والربع نمرة يغيروا مسارهم، يعني واحد يبقى عبقرينه ومش قادر يخش هندسة لأنه المجمع مش عارفة قالوا إيه واحد إيه، ولا إحنا هنعيد صياغة سياسة التعليم بحيث إن أنا أطلع من الشباب عندي أجمل وأحسن ما فيهم تمام عشان أبني مستقبل بس مصر. أميرة برضو ده ما يمنعش إن إحنا محتاجين إن إحنا نفكر 93% حد أدنى لمرحلة أولى. ما هو لو أنا شايفة إن أنا عايزة أطلع مهندسين يبقى وده شاطر وينفع يبقى مهندس، مش مهم النص نمرة، التلكيك بال 93.5 ولا إلا نص معناه إن أنا مش شايفة الدنيا فيها إيه غير الأرقام. أنا بقول يا جماعة بصوا طبعًا. للتعليم برؤية مختلفة، هو في الخواجات وفي الجامعات المصنفة وفي التعليم المصنف في الربع نمرة والنص نمرة بتوعنا دول ده عندهم السكيلز كبيرة قوي، يقول لك إيه مثلا مش عارفة من كذا لكذا بي من كذا لكذا، مفيش بقى للشباب. العشر نمرة بتاعتنا دي عايزين ثورة في التعليم. طيب طبعًا. احنا لسه هنكمل كلامنا في الموضوع ده في حلقات كتيره ممتده في الفتره دي لغايه ما التنسيق يخلص، لكن انا عايزه اقول لكم طبعا ان حلقتنا النهارده احنا بنقول الاخبار بسرعه لان في نجم رائع
هنلتقي بيه بعد الأخبار دي وبعد التقرير اللي هنشوفه. ناجم كلنا مستنيينه في رمضان، أعماله متميزة جدا وعمل أكتر من عمل أنا عن نفسي من أشد المعجبين بيه، حصريا على سي بي سي كمان، وعندنا حصريا على سي بي سي الريان. أعتقد عرفتوا أن احنا معانا خالد صالح، خالد صالح منورنا. بس قبل ما نلتقي بيه تعالوا مع بعض نشوف التقرير الموجود عن العوامات. كلنا سمعنا وشفنا في الأفلام الأبيض واسود العوامة وجمال العوامات، والناس اللي عايشين في العوامات دول ناس هاي كلاس وفلوس وبتاع. هل يا ترى الوضع زي ما هو دلوقتي ولا اختلف؟ هو ده اللي هنشوفه مع إيفون. العوامات زمان كان بيتشكل فيها حكومات، كان بيتاخد فيها قرارات سيادية، كان ساكن فيها صفوة المجتمع. يا ترى حل العوامات ايه دلوقتي؟ انسى الزمان يسمح يا جميل. ايه الميزة في السكن على العوامة عن السكن بره؟ ده حسب ما بنتعود احنا، يعني متعودة لاني مولودة في عوامة اصلا، فطبعا اتعودت على عيشة العوامات. لما جيت اتجوزت وسكنت في الزمالك ما طقتش الشقة ابدا، ما بقتش اقدر اقعد فيها، فرجعت تاني عملت عوامة. اختلاف بقى العوامات عن السكن بره، اولا طبعا عشان النيل برايفت، حاجة طبعا ما فيهاش بواب، ما فيهاش نزول وطلوع وسلم والكلام ده. غير كده كده دي انت ساكنة على وش المية. انا اول مرة ادخل. طيب تعالي بقى مفرجك العوام. مين من المشاهير زمان كان بيعيش في عواماته؟ كان فريد الأطرش عنده ذهبية، وكان منيرة المهدي عندها عوامة ما زالت موجودة لغاية دلوقتي، وكانت امتسال فوزي اللي هي الرقاصة بتاعت زمان دي اللي كانت جاسوسة، وكان نجيب الريحاني. كان عندي هنا الأستاذ صلاح السعداني، وأنا كنت واحد من اللي شغالين معاه، وأنا اللي كنت جايب زبون هنا كعوامة شاريها له. وكان في سكن هنا في العوامة اللي بعديها ديت عمرو واكد، وكان في سكن بعديه أستاذ فاروق الفيشاوي. احنا مجرين عوام بقى لها بالظبط 3 شهور، وإيجارها ما يعادل 3 شهور 20,000 جنيه. فطبعا أسعار العوامات بتختلف عن بعضها. أسعار العوامات عامة مليون، مليون ونص. لو حبيت تأجر عوامة مثلا النظيف قوي بتوصل ل 9,000 العوامة على بعضيها، الدور ب 4,500. إنما لو تعبانة ممكن تاخد العوامة تاخد الدور مثلا ب 2,500. حضرتك بتقضي يومك إزاي في العوامة؟ لا يومي جميل في العوامة، بقضيه عندي حاجات تسلية كتير، مربية قطط ومربية بغبغان ومربية وز، وانا بحب اشتغل في الجنينة كمان لاني بحب الزرع، فوقتي كله يعني رايح في حاجات مفيدة مش في قعدات ستات ونم وحاجات كده.